في مشكلة تصادمني في خط الباطنة، هذا الخط القديم، وأعتقد تصادف الكل، أعتقد أنها تصادف الكل. الخط أبو سيدين، سيدين هذا سيدين، أتكلم تقريبا معظم الخطوط سواء هذا الخط أو أي خط آخر، وسيدين فيه نفس المشكلة. أخوي اسمعني، وهالباطنة اسمعني، السيد اللي على اليسار اسمه سيد التجاوز، هذا المسار اللي على اليسار اسمه مسار التجاوز، يعني لك مهمة تسويها بهذا المسار، هو انك انت تتجاوز السيارة اللي قدامك اذا انت مستعيل، وبعدين ترجع الى المسار اليمين. واضح؟ واضح. اما انت مسك لي سيد اليسار وتقعد تتكلم في التليفون وتسولف وعلى راحتك، هذا غلط اخوي. هذا السيد للناس اللي تبي تتجاوز وتروح، مستعيلين، المستعيل يمسك السيد اليسار. انت اذا فيك بارض هالكثر خذ اليمين، خليك على اليمين وسوق على راحتك. هذه مشكلة الناس اللي تمسك السيد اليسار ويمسك شوي 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 على كيف كيف، ولا هم اللي ورا تديم له ما 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 ما, ما يرجع، تضرب له هران ما يرجع، ما تدري شنو مشكلته، ماسك هذا السيد واقف تجاوز شاحنة، هو في صحم، هو في صحم يمسك السيد، والشاحنة الثانية في السرحات، يبي يمسك هذا السيد من صحم لسه السرحات، سرحات بلاد عماد الحوسني، لين يتجاوز هذه الشاحنة. لا، وتعال خذ حاول انت وراه، حاول انك تتجاوز يمين، يعني عطى تلميح بس كذا اني بروح في جهة اليمين، بتلاقيه على طول يرجع. مستعيب، عيب تتجاوز واحد من اليمين، يرجع على طول وبيضغط الموتور. انا شوف انا عادي ترى عندي اسرع، انا عادي بس واقف يسار عناد فيك انت اللي ورا، سنبلا معناته ارفع ضغط، والله العظيم انا ارتفع ضغطي من الناس. تمشي وراه هو على كيفه، تعطيه ليت ما يروح، تضرب له هران ما يروح. حبيبي خلص مهمتك، تجاوز ورجع، في ناس وراك مستعيلين. وشنو مشكلتي اذا جيتك انا من اليمين ابي اطوف من اليمين، شنو مشكلتك؟ والله انه يلف عليك علشانك يا اخي، عيب عيب، يعني انا في شيء خاص بالشرف تجاوز من اليمين، يمس الشرف تجاوز من اليمين، ولا هو هي غلطه، ولا هي مسبه، ولا هو عيب، ولا ايش بالضبط؟ اذا انت بتجاوزها من اليمين يعطي الامور على طول، يلف يمين ما يخليك تتجاوز، والريس يضغط على اخر، ليش من الاول من البدايه حبيبي؟ خلص مهمتك وارجع للسيد اللي انت فيه، امشي على راحتك هني. عم تقابض لي سيد اليسار سيد التجاوز تمشي، والله لا والله غلط قسما بالله، انه ضغطنا يرتفع مشاوير رايحين رادين احنا، ربي حالنا يا حبيبي، ربي حالنا. مهم السيد المسار اللي زار فيه مهمة رسمية تسويها، جاوز ارجع لمكانك، بس دام في طريق دام مفتوح. عمت الشاحنة آخر الدنيا وانت ماسك السيد اللي صار تمشي على كيفك، لين ما توصل الشاحنة وتتجاوزها، ما يصير حبيبي، ما يصير. يلا راجعين البلد ان شاء الله، ما صادف هالأشكال الشارع ان شاء الله. تدد صدم الكل، والله والله صح.